الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، 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 له ما في السماوات وما في الأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، 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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم 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 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هنسمع الجديد اللي حفظناه النهاردة 3 مرات، ونجيب من أول ربع تلك الرسل اللي هو بداية الجزء الثالث كمان مرتين، يعني هنسمع 5 مرات، والماضي بتاعنا اللي بنسمعه كل مرة 5-4 ما ننساش، عشان ما ننساش حفظ البقرة. احنا بنثبت سورة البقرة، الماضي الجديد اول الربع، لازم كل الحاجات دي عشان نحفظ ونثبت ان شاء الله. لو انت بتكسل ارجع احفظ تاني، واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وشد عزمتك. اسأل الله ان ييسر لكم حفظ القرآن الكريم، وان يجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والسلام عليكم.